مرحبا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا الكرام. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن أول وكيلة للاعبين في مصر الكابتن سماح حمزة، وكيف تحدد هذه المهنة، مهنة تسويق اللاعبين واختراقاتها، وهي مهنة مخصصة للرجال، وأيضا كيف تغلبت على مرض السرطان ويعني تعاملت مع هذه الأمور بكل إصرار وعزيمة. تنضم إلي الآن الكابتن سماح حمزة بالطبع. صباح الخير لحضرتك يا فندم. صباح النور، أهلا وسهلا بحضرتك. خلينا نتكلم عن هذه التجربة ولماذا هذه المهنة؟ والله المهنة بالتحديد إنها ما كانش فيه ست بتشتغلها، وأنا بطبيعتي أم وعندي 5 أولاد معظمهم يعني بيلعب كرة قدم، فكان كلامي معظمه مع المدربين أنا وكل الأمهات الموجودين، بما إن الرجال مشغولين في الشغل بتاعهم، فإحنا كنا اللي إحنا بنودي أسفة احنا اللي بنودي الاولاد للتمرين. فبيبقى في يعني انا ببص حواليا كده، هو ايه المشكله لو في ست تشتغل وكيل لاعبين وتبقى هي همزه الوصل ما بين ولي الامر او وليه الامر وما بين المدرب. فمن هنا جات لي الفكره كأم، فكره بحته كأم، ان انا فكرت كأم من البدايه لحد ما بدأ افكر، طب اسال هل ان في ست اشتغلت في المهنه دي قبل كده؟ قالوا لي لا. طب ايه المشكلة لو انا ذكرتها وبدأت افهم ايه طباعها وان انا اشتغلها؟ فمن هنا جات لي الفكرة. طب كمان كابتن لو اتكلمنا بقى يعني الفكرة دي ازاي ترجمتيها على ارض الواقع، وهل بالفعل في لاعبين انت يعني بتسوقي ليهم، وازاي بتتم هذه الطريقة يعني حتى الان؟ طيب ترجمتها في البداية خالص على الاولاد الصغيرين، الاشبال الصغيرين، الفئات العمرية اللي هي الصغيرة، البراعم والناشئين. بدأت ان انا اسافر البلاد، انزل الاختبارات بتاعه الانديه، اجيب ورقه وقلم، اكتب الارقام اللي اشوف الاختبارات شغاله، المدير الفني هيختار ارقام ايه من التيشيرت، واشوف عينيا اجرب عيني هل ان انا عينيا كويسه ولا لا. هو كان العامل الاول ان انا اجرب عيني، هل انا عندي ملكه ان انا اشوف ان اللعيب ده كويس او لا. بدات اكتب الارقام بتاعه التيشيرتات في اجنده كده معايا، وابتدي اشوف بقى واستنى هل هو هيختار الارقام اللي انا عيني راحت عليها فلقيت صح. فبدات ان انا اروح اختبارات بقى الصعيد، يعني رحت انا لفيت مهنه الوكيل لاعبين، خلتني لفيت مصر من شرقها لغربها. بدات ان انا الف الاختبارات في كل الانديه وكل البلاد، الاماكن اللي لا يمكن حد يفتكر ان هو يروح لها، اخد بعضي واروح رايحه، لحد ما بدات لقيت لا يعني لا انا ماشيه كويس. دي كانت البدايه، بدات ان انا اذاكرها. طب ايه المطلوب مني انا عشان اعمل عقد اللعيب؟ ايه اللي انا محتاجاه؟ ده كانت البدايات خالص، لحد ما جيت بدات مع اول لعيب كبير وكان لعيب افريقي. ومن هنا كان التحدي بقى، لا انا هشتغل ومش هشتغل البدايه بمصريين، لا انا هشتغل والبدايه تكون افارقه لانها اصعب في التعامل. طيب فكرة تقبل الأسرة كمان كابتن سماح لهذه الأمور، وزوج حضرتك يعني وفقا للكلام اللي مكتوب اللي هو كان داعم لحضرتك في هذه المهمة وشجع جداً أصلا حضرتك جداً على هذا الأمر؟ هو أنا من نعم ربنا، ودي نعمة برضو ربنا أنعم عليا بيها، إن أنا زوجي كان لعيب كرة قدم، أخويا لعيب كرة قدم، أولادي إحنا عيلة كروية. حتى ما بيجي حد يقعد معانا لا أنتوا مش طبيعيين، إحنا حياتنا كلها كورة. فبدات ان احنا القصه ببساطه، انا اول ما قلت له كنت انا وقتها عملت عمليه كبيره وبدات شلت الثدي، فقلت له ودخلت في تطورات الكيماوي وكانت تطورات كبيره شويه، فبدانا قال لي بصي لو خفيت لي انت هتشتغل، انا موافق وانا هكون اول داعم ليكي. وحتى قال لي تعبير انا ما بنساهوش، قال لي وانا اللي هشيل لك الشنطه كمان. ف يعني مين اللي هيقول لمراته كده غير ان هي تقاتل وتثبت له ان انت صح وجهه نظرك صح. فبدات ان انا لا هو اكبر داعم ليا كان زوجي بصراحه. ايضا كمان يعني حضرتك يعني اخترقتي مجال يمكن يعني غريب شويه على المجتمع المصري، وكمان يعني تحديتي مرض السرطان، يعني نتمنى طبعا الشفاء يعني طبعا وكل التوفيق يعني ان شاء الله خلال الفتره القادمه. ازاي انت استطعتي توازني بين هذه الامور وهذه التحديات في الحقيقه؟ الموازنه جت ان اللي حواليك شايف ان انت بتعمل حاجه كويسه، يعني انا ام الخمسه وزوجي هم شايفين ان انا بعمل حاجه غيري ما نجحش فيها بنفس الدرجه. يعني انا بدات السنه دي انا بسوق لنادي البحرين، نادي الحاله البحريني، بسوق لانديه الحمد لله ليا لعيب في نادي اسوان دوري ممتاز، نادي الحاله دوري ممتاز، فشايفين ان ماما اسمها بقى في الصف الاول مع الكبار، فاحنا لازم نساعدها.
فهم بصراحه واقفين جنبي وداعمين جدا يعني، لولا هم متفاهمين وفاهمين يعني ايه وكيله لاعبين ويعني ايه حد بيسافر بلاد ويجي، يعني ايه مثلا انا النهارده عندي لعيب جاي يوم 18 من امريكا مثلا، ده حقيقي، فلازم يكون في تجهيزات تامه، هم بيساعدوني فيها، السكن بتاعه هيقعد فين، القصه ايه، لا هم بصراحه دي برضو يعني حاجات يمكن ربنا، دي ترتيب ربنا ان هو في الاخر يكون في حاجه كويسه ظهرت مع سماح. انا بشكرك يعني كابتن سماح حمزه، واحنا نتمنى كل التوفيق لحضرتك يعني ومزيد من التقدم والنجاحات خلال الفتره القادمه، وشكرا جزيلا لحضرتك وصباح الخير يا فندم. وبكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا معاكم لنهاية هذه الفقرة، وأيضا فقرات هذا الصباح يتجدد اللقاء وموضوعات جديدة ومتجددة. دمتم في رعاية الله وأمنه، وإلى اللقاء.